كابتن عزوز بيرحب بالساده الركاب وبيتمنى لكم رحله سعيده وزي الفل. كابتن عزوز متشيك لابس بدله وكاب ومعانا مضيفه وخدمه نظيفه وجرب كل رصدنا شيئا غريبا في الآونة الأخيرة نريد أن نطلعكم عليه. هذه المركبة تم رصدها في ثلاثة أماكن مختلفة برا وبحرا وجوا وفي نفس اليوم، ونخشى أن تكون سلاحا جديدا يقلب موازين القوة في المنطقة، ولابد أن ندرسها عن قرب ونجمع أكبر قدر من المعلومات عن هذه المركبة. المعلومات الأولية تشير إن طاقم المركبة مكون من 4 أشخاص فقط، ما يدل إنها متطورة للغاية، وهذا هو الكابتن عزوز قائد المركبة، يتميز بمهارته في القيادة حتى بيد واحدة، وهذا سيد مساعد الكابتن، لا ندري فيما يساعده بالتحديد، ولكن يبدو إنه مهم، وهذا كائن غير محدد النوع. يسمى نعناع، وهذا هيسا، وهو هدفنا في المهمة القادمة. لقد وقع اختيارنا على هيسا لأنه عضو غير مميز في الطاقم ويتحرك بحرية، ويتميز هيسا بأنه غير مرغوب فيه من جميع زملائه، ولا يشكل غيابه لبعض الوقت مشكلة للطاقم، بل قد يكون حافزا إيجابيا له. هل القطة هي تجنيد هيصة؟ القطة هي اختطاف هيصة وزرع شبيه له داخل طاقم عمل المركبة. تباً، ألا توجد خطة غير هذه الخطة عند جميع أجهزة المخابرات؟ وقد تمكننا من تجهيز شبيه لهيصة وتدريبه طوال الفترة الماضية على المهمة، وسيكون على اتصال بنا لحظة بلحظة بواسطة اللاسلكي و... حسناً، لقد رأينا جميعاً الفيلم، فلنأخذ تصويت على الخطة. الموافق على الخطة يرفع يده. فلنبدأ. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هنا فين لمؤاخذة؟ والنبي ما حد يمد ايده يا جماعة. مرحبا بك يا سيد هيستاكلر، أنت ستكون ضيف عندنا فترة من الوقت.
هو لا مؤاخذة حضراتكم مش مصريين صح؟ لا طبعا، ولا تقلق ولا تخاف، فنحن لن نؤذيك إلا إذا أبديت عدم تعاونك معنا. يا فرج الله، يا من أنت كريم يا رب، بينها فرجت هيصة. سيد هيصة، يبدو أنك لا تفهم الموقف. نحن اختطفناك وكمان جئتوا بنفسكم. ده أنا قدمت على عقد عمل يجي 1,000,000 مرة وما جاش. يا صلاة النبي، يا بركة دعاك يا أما. أنت لا تفهم شيئا، لقد اختطفناك هنا لكي نزرع شبيها لك داخل المركبة التي تخفون سرها، وعن قريب ستكون كل أسراركم معنا. يا ساتر يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله، شلتني والله. أرى أنك بدأت تفهم موقفك المقلق يا سيد هيصة. موقفي أنا؟ صدق أنا قلقت على الراجل الغلبان اللي هتزرعوه مكاني ده. يا عيني يا ابني، ربنا يتولاه بقى. وماذا قد يحدث له؟ سيحدث له كل خير إن شاء الله، ويرجع زي الفل. بس أهم حاجة ياخد وقته كده ويركز وما يستعجلش لحد ما أنا أذهب. أقصد لحد ما ينجز المهمة. لقد بدأت أنا في القلق. بقى مش هتقطعوا لنا صباعين ولا حاجة؟ أنا عارف إن أنتوا بتحبوا الحاجات ديت. بس يبقى خير في إيدك بقى. ما هذا الشخص؟ إلى القيادة، إلى القيادة. لقد دخلت المركبة بسهولة ولا يوجد أحد. إن تصميمها يبدو غريبا. حسنا حسنا، عليك بالذهاب إلى كابينة القيادة وتصوير قراءة العدادات الآن. إن قراءة العدادات معلومة مهمة جدا وتعني لنا كثير. أنا الآن داخل كابينة القيادة وأرى العدادات. عداد المسافة قراءته 200,000 كيلومتر. هذا ما كنت أخشاه، إنها تحتاج لتغيير زيت. ماذا عن بقية العدادات؟ ارسل لنا صورة لها حالا. فكرني مش هعرف صح؟ كابتن عزوز، أنا هيصة يا كابتن، إزايك؟ لسه مصمم تضحك عليا؟ فكرني مغفل؟ لا 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 أبدا، أنا انت ياض ما نظفتش بيبي الحمام والعصافير اللي مغرق جسم الفريره ليه زي ما قلت لك؟ حالا حالا هعمله، انت تؤمر يا كابتن. انت صدقت وبرضه مصمم تضحك عليا؟ هو انا عملت ايه بس؟ انا ذاهب اهو. ما تحاولش تستغفلني، بقولك ما خدتش الجردل والفرشه ليه معاك؟ حسن حاضر، ساخذهم اهو حالا. فاكرني عبيد ده ولا ايه؟ الى مركز القياده. انا الان اقوم اقوم بفحص جسم المركبه من الخارج. انهم يسمونها الفريره، اكرر الفريره، لا اعلم لماذا، ولكنها متسخه جدا جدا من الداخل ومن الخارج، ومصنوعه من ماده رديئه قد تكون للتمويه. حسنا حسنا، فلتلتقط لها بعض الصور ايضا. واد يا هيصة، خد الكيس ده عشانك. ما هذا؟ ايه ده؟ شكرا يا نعنوعة. تحب اعمل لك شاي بالمرة؟ شكرا يا نعنوعة، ولكن دي زبالة. اما الفاكرني جايبه لك سندوتشات يا ضنايا؟ حاضر، هرميه حالا بسرعة وتيجي تاخد غيره. حظك حلو النهاردة، هما 9 اكياس زبالة بس. حالا حالا، ما هذه المهمة السوداء؟ يا ابو دوده، يا ابو دوده، استعجل لنا الشاي بلبن بقى، الله يخليك، علشان ابلع الفطار. انه الفطور 9 حتى الان. اساتر يا رب، قروا علينا بقى، وانت بتدفع حاجه من جيبك، ما كله على حساب المهمه ولا مؤاخذه. اتخرب بيتنا والحمد لله. انما انت قلت لي بعت واحد شبه يعني ودربتوه وعملت له عمليات والكلام ده، كلفكم كام يعني؟ 10 ملايين دولار حتى الآن. يا
يا خبر ملوش لون. طب انا روحت فين يا جدعان؟ ما كان اي حد يقول لي، وما كنتش هكلفكم ربع المبلغ دوت. لا عليك، انها غلطتي انا منذ البدايه، فانا الحمار صاحب هذه الفكره. زعلتني والله. يلا بقى استعجل لنا الشاي بقى قبل ميعاد الغدا. مالك يا ولا يا هيصه؟ شكلك تعبان. انا تعبت جدا يا عم سيد، رجلي فيها آلام كبيرة. باين عليك. حس كده بقى، في مية سخنة جوه وطشت وشوية ملح، حلوين قوي للرجلين. شكرا يا عم سيد، انت لطيف جدا. لا شكرا ايه. انت تجيبهم لي بقى وتعالى دلك لي رجلي عشان مش قادر. ود يا هيصة، البلاعة تسدد، تعالى سلكها. يا زفت يا هيصة، جبت الحاجات اللي قلنا لك عليها؟ انت يا هيصة تعالى هرش لي في ظهري. ارجوكم، انا لست هيصة، انا عميل سري شبيه لهيصة، جئت لا اتجسس عليكم، انا استسلم ارجوكم اخرجوني من هنا، لقد تبت الى الله. وكمان بتحاول تهرب من الشغل، ده انت نهارك مش فايت. لا ارجوكم ارجوكم. يعني خلاص كده المهمة خلصت؟ خسارة يا جدعان، والله كانوا يومين حلوين. امال فين ابو دوده بقى صحيح؟ لقد انتحر ابو دوده، وانا الذي ساتم عمليه التبادل. يا ساتر يا رب، ما استحملش ولده كل ده علشان خاطر المهمه فشلت. يعني لقد انتحر بسببك انت، لم يتحمل غباء اكثر من ذلك. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ما عندكوش مهمة تانية أساعدكوا فيها يعني ولا حاجة؟ مش هنختلف يعني؟ لقد كلفتنا إقامتك حتى الآن أكثر من المهمة نفسها، ولن نكرر هذا الخطأ مرة أخرى. جايين تستنصحوا دلوقتي؟ يا بختك النحسة يا هيصة. رجعنا لأيام الشقة تاني. طب حد يغزني بمطوة بقى ولا أي حاجة زي الفيلم؟ آه يا ندل، انت زعلان انك رجعت؟ طول عمرك ندلي يا هيصة. خد دي بقى علشان تنضف الفريرة كلها من الاول. بيدي بيدي اخلصك من الندالة يا هيصة. ¡Gracias!